أنا سأخرج عن المهنية المتبعة في التغطيات الميدانية لقضية بغاية الأهمية. في طرابلس حملوني أماني أنه على الهواء أن أرسل إليك تحية، كما أنه في زحل الآن. بعت لي إياها على التليفون يا محمود. حلفوني. وهي اسمحي لي، يعني هي اسمحي لي انه اخرج على المهنيه، لانه بطرابلس، لانه بطرابلس كانوا دائما في الشوارع يمسكوني ويقولوا لي انه لازم. واصلا هالان بس وصلت الى زحلي ايضا كانوا منذ بعض الوقت على دينتي، فانا مضطر ان اوصل الرساله. يعني خلص وقت لبنان. لا ما بيخلص وقت لبنان اكيد. انا ما عارف، مش قادره احكي، يعني كل الحب مساحتي يعني. كل الحب من كل القلب، كلنا قلوبنا معكم بزحلي وبطرابلس وبكل مكان. للاسف انه الوقت ضيق. سلاماتي لكل الموجودين وسلاماتي لاهل طرابلس. شكرا لك محمود. طيب. شكر من زحلي، وشكرا لحسين قنيبر من زوق مصبح. اكيد بنرجع لكم مع كل جديد.